سمى هذا النظم، هذا الغيب، هذا الماء الذي ينزل من السماء
أفلا يؤمنون؟ أفلا يؤمنون؟ كل شيء يحتاج إلى الماء، فهو أصل الحياة وأصل جميع النعم. هذا الماء العظيم أيها الإخوة الكرام، بل وصف الله هذا الماء الذي ينزل من السماء، وصفه الله بالرحمة. قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالمطر رحمة. لذلك جاء في الحديث الصحيح في مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيث في السماء عليه الصلاة والسلام قام فأقبل وأدبر، أن يخاف أن يكون هذا الغيب يأتي من ورائه العذاب عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا نزل الغيب سر، أي فرح، وظهر ذلك في وجهه. وقال وكان يقول، قالت عائشة: وكان يقول، أي إذا نزل المطر رحمة رحمة رحمة، أي اجعله رحمة لعبادك يا رب العالمين. لذلك وهو الذي ينزل الغيب من بعد ما قنط وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. أيها الإخوة الكرام، فائدة جاء عند البيهقي في سننه، والحاكم في مستدركه، وجاء عند الطبري في تفسيره بسند صحيح صححه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ليس عام بأقل مطر من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء. وجاء ايضا عند البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما عام اكثر من عام، اي في المطر، ولكن الله يصرفه حيث يشاء. فائده: المطر لا يقل في كل سنه، هو ينزل بمقدار، لكن الله يصرفه حيث يشاء، فينزله هناك وما ادراك ما هناك، ويمنعه هنا وما ادراك ما هنا، لينتبه الناس. وسوف ياتينا هذه الشبهه التي يرددها كثير من الناس. ايها الاخوه الكرام، هذه النعمه الاصل ان تنزل في اوقاتها لكي يستفيد منها البشر والدواب والارض. فاذا اخرت هذه النعمه او حبست او منعت، فليعلم المسلم ان هنالك سبب. لذلك قال اهل العلم: من اسباب منع الامطار خمسه، من اسباب منع الامطار خمسه امور: اولها الشرك بالله والكفر بنوعين. اعظم سبب يمنع نزول المطر هو انتشار الشرك والكفر بنوعين. الشرك الاكبر ان يعبد الناس الها يدعونه من دون الله، هذا شرك اكبر. يعبدون وثنا، يعبدون قبرا، يعبدون رجلا صالحا يتوجهون بالدعاء والطواف، هذا الشرك الاكبر. ليس بالاصغر يمنعون القطر من السماء. او الشرك الاصغر، الشرك الاصغر كان يعبد الله لكن يشرك مع عباده له لله اشياء اخرى. وقد وصفه الرسول بالرياء، يعبد الله يصوم لكنه يريد مع صومه ان يثني عليه الناس، ان يذكره الناس انه العابد الزاهد الصائم القائم، ويحب ويفرح اذا مدحه الناس ويظهر ذلك. هذا شرك اصغر، هذا ايضا من الشرك الذي يمنع الخير. معاشر اخوه الكرام، الدليل قال الله تعالى في سوره هود، وهود يخاطب قومه: ويا قوم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. قومهم لم يؤمنوا به، مشركون يعبدون الأوثان، فدعاهم إلى التوحيد. استغفروا، أي اتركوا الشرك الذي أنتم فيه، اتركوا العبادات الضالة الغير الصحيحة، يرزقكم الله الأمطار. فانظروا، نحن لا نتحدث عن هذا البلد فقط، عن جميع بلاد المسلمين انتشر الشرك في أرجاء هذه الأمة. نسأل الله السلامة والعافية. إما الشرك الأكبر وهو في بعض البلدان ظاهر وبين واضح، طواف بالمقام القبور، دعاء غير الله، يا حسين يا علي يا عبد القادر الجيلاني وغيره، سواء عندها
وهو إذا منع الناس زكاة أموالهم والصدقات للفقراء والمساكين كان جزاء الوفاق أن يمنعهم الله الخير الذي منعوه عن الناس. جاء في الترغيب والترهيب للإمام المنذري وصححه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر قال: كنا عاشر عشر عند رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: خمسة أعوذ بالله أن تدركهن، خمسة أشياء إذا وقعت أستعيذ بالله أن يدركها مسلم. ما هي هذه الخمسة؟ فقال أولها عليه الصلاة والسلام قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأمراض والأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ما انتشرت الفاحشة أعزكم الله من الزنا والقراب وغيره حتى انتشر وصار عند الناس ليس منكرا بل صار معروفا، وصاروا لا ينكرون بل ولا يتمردون حزنا على هذا الفعل وإنكارا له كأنه أمر عادي. ابتلهم الله بالأوجاع والأسقام والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولعل هذا واضح وبين الآن هذا المرض الذي انتشر. نسأل الله أن يحفظ هذه الأمة وأبنائها وبناتها يا رب من هذا المرض الذي يسمى الإيدز أو في بعض البلدان يسمونه السينا. هذا الأمر من الأمراض الخطيرة جاءت من هذه الفواحش المنكرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطروا. وما حبس الناس زكاة أموالهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الزكاة من حقوق الفقراء والمساكين حق، ليس تفضل أيها المسلم الكريم، ليس تفضل، إنما هو حق أخذه الله من الغني ووضعه في يد الفقير. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه كما يقولون: الزكاة ليست فقط على الأغنياء، بل كل من وصل ماله نصابا وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة في ذلك. أنا أزعم الله أعلم أن كثير من الناس لا يزكي بهذا المنظار، يظن أن الزكاة للأغنياء. لا، كل من وصل ماله نصابا 7,000 ريال أو يزيد ثم حال عليه الحول يخرج زكاته، وقلنا لم نسمع ذلك. وأيضا من الخطأ أن بعض الناس من عليه بالمال الوفير وبالخير الكثير فإذا أراد يخرج الزكاة رآها شيئا كبيرا، فكيف يخرجه؟ يخرج منه شيئا يسيرا، هذا لم يخرج الزكاة. نسأل الله السلامة والعافية. إذا صدق: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء لولا البهائم لم ينطروا، لولا البهائم من الدواب والحشرات والله لم ينطروا. نسأل الله السلامة والعافية. قال أهل العلم: السبب الثالث من أسباب منع الأمطار التطفيف في الميزان، الغش في الميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. المطففون الذين يغشون في البيع والشراء، هؤلاء السبب من أسباب منع نزول المطر. والدليل هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وما بخس الناس، بخس أي غشوا في الميزان في الشراء في البيع، إلا ابتلوا بالجد والسنين وجوع الحكام وغلاء المؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وما غش الناس في تجارة، وانظر الآن أيها الإخوة الكرام، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله من يعدل في الميزان. انظر إلى بعض البلدان سبحان الله، حتى أن بعضهم يصر ذلك ويوثقه وهو منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، كيف يغش الباعة والمشترين، يزن لهم ما يريدونه ويزن لهم ما يشتهونه بالمقدار المعلوم ثم يضعه في كيس، فإذا أراد أن يعطي للبائع غيره من هنا وأخذ كيسا منهما ثم أعطاه ويقلي ذلك موجود. انظروا في كثير من بلاد المسلمين. لذلك والله إنك لتقف متأملا ناظرا لهذا الأمر فتقول: سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا بعض البلدان العربية فيها جور الحكام، الحاكم ظالم مستبد، نسأل الله السلام والعافية، جبار متكبر ديكتاتوري كما
يدوس على شعبه بالنعام، نسأل الله السلام والعافية. فهل تجرأ؟ فهل رجعوا إلى الله؟ فهل استنطروا؟ لا، ما زال بعضهم يغش بعضا، وبعضهم نسأل الله السلام والعافية يسرق ماء إلى غير ذلك. انظروا، صدق عليه الصلاة والسلام. إذا من الأسباب التي تمنع نزول المطر هو البطش في الميزان، نسأل الله السلامة والعافية. فائدة، فائدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو لبلده بالخير. وانظر إلى أحوال كثير من بلاد المسلمين، انظر إلى أحوال المسلمين في كثير من بلادنا. الأمة النار يدعون على أوطانهم، كم من أناس إذا نزل عليه الهم في بلده قال اللهم أنزل على هذا البلد الهم والغم والبركات والتفجيرات والقنابل والغم، والله يدعون هكذا جدارا. ولا نسأل الله السلام والعافية. لكن انظر إلى حال نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أي في المدينة إذا جاء أول ثمر أوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج أول ثمر من الثمار أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. كان يدعو هكذا، ثم يأخذه فيعطيه لأصغر من وجد من الأمير من دار عليه الصلاة والسلام، لا يأخذه، يعطيه أصغر، يتفضل على ويرحم الصغار عليه الصلاة والسلام. وهو الذي كان يقول: اللهم حبك إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأكثر. كان يدعو لوطنه، فما بالك كثير من الناس لا يدعو لوطنه مع ما فيها من ظلم. يدعو أن يرفع الله الظلم، وأن يصلح الأحوال، وأن يهدي الحاكم، وإن كان شرا مستبدا أن يغيره بمن هو أفضل منه. ندعو لأوطاننا بالخير أيها الإخوة الكرام. قال أهل العلم: وأيضا من الأشياء التي تمنع نزول الأمطار أيها الفضلاء، ترك الدعاء، ترك الدعاء. بعض الناس لا يدعو، لذلك قال الله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الاشياء التي تمنع نزول المطر اصاب الاوطان والجذب، والناس لا يدعون الله، بل لا يخرجون الى صلاه الاستسقاء كما كان يفعل سيد الخلق خير البشريه على الاطلاق، يخرج ويصلي بالناس وهو خير من وضعت قدماه الطراب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الناس وإن كان مازحا، وأنا قلت له أكررها، لا تمزح في أمور الدين، لا تمزح في أمور الشرع، صلوا أو لم تصلوا لن ينزل قطرة من الماء، لا يجوز، أو صليتم لا يجوز أيها الإخوة الكرام، بل نحن الذين نقول لم تصلوا، هذا هو الأصل. نحن أقل شيء دعونا واستجبنا، أقل شيء امتثلنا بسنة الرسول وأظهرنا الفقر والحاجة لله، لأن الدعاء وإظهار والذل والانكسار ليس هذا الذي يعاب، انما يعاب الذي لا يصلي لكي لا تنزل الامطار. هذا الذي يعاب، اي يعاب الذي لا يحب الخير لوطنه ولا يرفع يديه لله عز وجل ولا يمرر وجهه في الارض. هذا الذي يعاب، لا يعاب الذي قرر يصلي ويدعو الله مع تقصيره، مع اظهار الفقر، مع ذنوبه وهو مقر بذلك. هذا لا يعاب ايها الاخوه الكرام. اذا هذه الموانع، هذه موانع نزول الخير، اذا اجتمعت لا ينزل الغيث إذا رفع إلا إذا رفعت. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده. أما الأمر الخامس الذي هو من موانع نزول الغيب، انتشار الذنوب والمعاصي. إذا انتشرت الذنوب والمعاصي من الربا والرشوة وعقوق الوالدين وغيرها من الذنوب وترك السنة والاستهزاء بالدين والاستهزاء وسب الله ورسوله إلى غير ذلك، يمنع الله الخير. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون. هذا الفساد من منع الخير، من انتشار الظلم والعقوق، سبب
المنكرات والذنوب والمعاصي والناس لا يتوبون ولا يستغفرون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع في عصره أن الناس شكوا تأخير نزول المطر جاء في صحيح الإمام مسلم والبخاري أيضا أن الرسول كان يخطب على منبره الشريف وهو أشرف منبر على الإطلاق وأشرف خطيب هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فدخل رجل من الأعراب والرسول على المنبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا مثلا عليه الصلاة والسلام. قال رب الحديث عبد الله بن عباس فخرجت من ورائه أي أنه مره خرجت تسعى مثل الترس أي مثل الجلد سحابة صغيرة. قال ثم انتشر ثم علت في السماء ثم انتشر ثم أمطر حتى نزل مطر شديد. قال عبد الله بن عباس فمكثنا ستة أي أسبوع لم نرى الشمس أسبوع والمطر ينزل على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الجمعة الذي بعدها ورسول يخطب فدخل رجل الأعراب يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها المطر. فرفع رأسه إليه قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام وعلى الجبال وعلى الضراب وعلى منابت الشجر. فما زال الرسول يدعو حتى ذهبت سحابة بإشارة إصبعه هنا وهنالك. قال عبد الله بن مسعود فخرجنا نمشي تحت الشمس رضي الله تعالى عنه وصلى الله وسلم على رسولنا. فكان يدعو في يوم الجمعة وهو دعاء مقبول يدعو قريبا من الصحابة. أما النوع الثاني وهو أكمله وأفضله أن يخرج صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة كما جاء في البخاري خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء فصلى ركعتين وقلد رداءه خرج. وجاء عند النسائي وغيره أنه خرج متواضعا مترصدا متخشعا عليه الصلاة والسلام مطبقا رأسه لأنه خرج من الافتقار والذل والانكسار بين يدي الله. فما وصل وصلنا ودعا حتى نزل المطر وأصاب وجهه ولحيته فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة الكرام فضل الله عظيم. وإن المسلم إذا دعا الله واستغفر وأناب وعلم أنه مقصر وتصدق فضل الله عظيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا تحيي به البلاد والعباد يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إننا أصابنا من القحط والجلب ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم أنزل علينا الأمطار برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك يا ذا العلم يا ذا الإكرام بجودك يا جواد يا كريم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم لا تجعلنا من القانطين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسق بلادك اللهم اسق عبادك اللهم اسق البهائم يا رب العالمين بفضلك يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم في سوريا في اليمن في بورما اللهم انصرهم في إفريقيا في العراق اللهم انصر المسلمين.
بأكرم الأكرمين. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا، اللهم وفقهم في هذه الأيام باختباراتهم، اللهم سدد أجوبتهم، اللهم افتح لهم فتح المبينة، اللهم أعينهم، اللهم يسر لهم، اللهم وفقهم، اللهم اجعلهم من الفائزين والفائزات، واجعلهم من الناجحين والناجحات يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم أنكم نصرتم. اللهم اكبر، الله اكبر.